احنا جديد اكيد لسه مكملين مع حضراتكم وحلقتنا النهارده بعنوان في بيتنا ملكه جمال. الحقيقه النهارده لو احنا بنتكلم كده في الانترو عن الحلقه، الحياه الاسريه لملكات الجمال، شكل العلاقه قبل التتويج بتبقى عامله ازاي، العلاقه في البيت بتبقى عامله ازاي مع الام مع الاسره مع الاخوات مع الاب، الحياه كانت عامله ازاي، هل بيبقى في تشجيع من الام او الام بتكون دعم لبنتها عشان تشجعها وتوصل للقب ملكه جمال مصر ولا لا؟ النهارده يكون معايا حبيبه احمد ملكه جمال مصر للسياحه والبيئه وكمان والدتها الاستاذه هرمين ابو علم. اهلا بيكم منورنا. يمكن النهارده احنا بنتكلم كده بصفه شخصيه قوي، يعني حبيبه قبل ما تبقى ملكه جمال، هل من صغرها في بيبقى عارفه باين كده من الشخصيه انها تكون عايزه تكون حاجه، عايزه تكون مميزه، عايزه تكون باينه، فاكيد انت لاحظتي حاجات كتير قوي من صغرها انها ده واضح عليها في شخصيتها. هي حبيبه طول عمرها عايزه، هي ليها شخصيه منفرده، حتى مع توأمها هي مختلفة شوية. هي حابة ان هي تبقى حاجة، حابة تبقى، فأول ما جه موضوع المسابقة والكلام ده قالت لي انا عايزة اشترك يا مامي وكده. فلا هي يعني طول عمرها بيبقى ليها شخصية مستقلة في البيت، عايزة يبقى ليها حياتها، عايزة يبقى ليها انفراد لوحدها. فإلى حد كبير طبعا يعني هي بيبقى واضح من هم صغيرين، عشان كده هي اللي اشتركت مش التوأم. تمام. حبيبه تعالي بقى قولي لي، انت لما جيتي قدمتي او انت كان طموحك ان انت تكوني ملكه جمال ولا ممكن كنت تكوني فنانه تمثلي، انت عايزه تبقى زاهره او تكوني مميزه وخلاص في حياتك ايه؟ يعني احكي لي كده ترتيبات حياتك كانت عامله ازاي مثلا من فتره او من زمان. من فتره، انا من فتره كان كنت قدمت في الاعلانات والحاجات دي، بس بعد كده بقى جت فرصة ان انا عندي فرصة ان انا اقدم في ميس ايجيبت. طب احكي لي لما انت اشتركتي في الاعلانات حسيتي ان انت لاقي نفسك في الاعلانات ولا انت مش قوي؟ ما حسيتيش نفسك؟ مش قوي، بس لما جت بقى فرصة ميس ايجيبت حسيت بقى اللي هو لا ده انا، والدريسز واللبس والحاجات اللي انا بعملها طبعا اللي هي بقى للخير. وبروح ازور اطفال طبعا وحاجات طبعا عشان انا اخدت تايتل ميس ايكو. فانا اصلا كنت حابه الموضوع قوي، كنت حاسه بنفسي كده اللي هو حاسه نفسي قوي فيها، فقلت بقى اخد الخطوه واقدم. وانت بتقدمي حسيتي ان انت في احتماليه ان انت مثلا ممكن ما تفوزيش باللقب ده؟ كان في حد مثلا منافس قصادك؟ كنت حاسه ان انت بتشتركي كده ويا جات يا ما جاتش، ولا انت كنت حاطه في بالك ان انت عايزه تكسبي او انت متحمسه ان انت تكسبي؟ هو كده كده في الاول بنكون مش حاطين امل قوي ان احنا نبقى متعشمين ان احنا هنكسب حاجه، بس كان عندي امل ان انا بحاول اعافر بقى في كل حاجه في البرايمز في كل حاجه انا بعملها. طب انا عايزه اتكلم معاكي بقى في المسابقه ومعايير المسابقه، مقاييسها كانت عامله ازاي؟ ايه الشروط اللي كانت موجوده فيها وانت كنت قلقانه منها؟ احكي لي كده الافكار والكواليس زي ما بيقولوا كانت عامله ازاي. هي المسابقه عباره عن 3 برايمز. اول برايم فيهم اللي هي ميس فيتنس، وتاني واحده اللي هي ميس تالنت اللي هو التالنت عندك ايه، وتالت واحده كان اللي هو الدريسز بقى اللي هو الاشخاص القديمه قوي نقلدها، والشخصيه نفسها بقى نشوف احنا كانت لابسه ايه زمان ونعملها. فكنت زي بركز إيه؟ زي إيه؟ شخصيه انا زمان. كنت عامله مارلين مونرو. وعرفت تقلديها؟ يعني على يعني على قد ما قدرت، بس كنت بحاول ان انا. ليه اخترتيها؟ انا يعني انا بتحبيها؟ بحبها قوي. ولبسها كمان الدريسز بتاعتها، بحب الدريس بتاعتها قوي. فكان حسيت ان لا، في كان في دريس حلو قوي كان لونه اورنج كده كانت لابساه في ايفنت، بس انا بقى قلدته فعملته. ده كان في البرايم الثالثه. بس وايه تاني؟ بس هو في الاخر بقى بيكون كان في اكيد تصفيات او كذا مرحله. اول مرحله مين اللي كسب؟ اول مرحله كان حد اسمه شروق، كانت معاكي تاني؟ كانت معايا، كسبت هي اللي كسبت. المرحله اللي بعديها كانت بعديها بكام يوم؟ المرحله مش فاكره بالظبط، بس مثلا كانت رينج قد ايه؟ فتره كبيره ولا كام يوم؟ لا حاجه يعني اسبوع مثلا. بس بعدها كانت الاسبوع ده بقى عدى عليكي عامله ازاي؟ يئستي اكيد خلاص؟ ما يئستش، بس حاولت ان انا اعمل الاحسن في اللي بعدها. فحاولت ان انا اطلع يعني احسن ما عندي في اللي بعدها على طول. بس طبعا في اللي بعدها برده ما طلعتش. كانت هاجر اللي هي كانت ميس ايجيبت 2022 هي اللي طلعت فيها. بس بقى في جت بقى في التصفيات كانت على كم مرحله تقريبا؟ كانت على ثلاث مراحل. ثلاث مراحل، اول مرحله انت ما كسبتيش، ثاني مرحله ما كسبتيش،
تالت مرحله دي بقى اللي انت حسيت ان دي معجزه من عند ربنا، ان انت يعني اول مرحله ما كسبتيش ولا ثاني مرحله فخلاص فانت عمرك كده ما تكسبي. قدمتي ايه بقى في المرحله الثالثه، ولا كانت التصفيات على ايه عشان تبقي مميزه وتاخدي اللقب انت، والاولى اللي كانت كسبت والثانيه اللي كانت كسبت خلاص تخسر وانت اللي تفوزي بالمرحله الثالثه والاخيره؟ هم المفروض كانوا ثلاثه برايمز، بس في واحده ميس تالنت دي انا ما كنتش حضرتها، فهو بالنسبه لي عدت عليا اثنين. انا بقى بالنسبه لي الثالثه اللي انا طلعت فيها توب 12 كانت الفاينل نايت، كانت بصراحه مفاجاه بالنسبه لي، اللي هو انا طبعاً. ولا طلعت هنا ولا طلعت هنا، وانت خلاص ممكن خلاص بقى انت رايحه كده خلاص، رايحة كده اكيد خلاص. يعني احساسك ان انت رايحه كده ان انت هتكملي بقى المرحله الثالثه والاخيره وتكملي وجودك، بس ان انت تبقي متواجده في الـ في الـ في الـ يعني في المرحله الاخيره. بس طلعت بقى وما كنتش متوقعه خالص بصراحه ان انا هكون انا من التوب 12، فكانت صدمه اصلا بالنسبه لي وقتها وانا هما بينادوا اسمي على الستيج. اتفاجئتي؟ اتفاجئت قوي. اخواتك كانوا معاكي ومامتك وباباكي؟ كلهم كانوا موجودين. طيب هرمين احكي لي ما اول مرحله، يعني انا لبنتي اول مرحله ما كسبتش، ثاني مرحله ما كسبتش خلاص اقولها ما تروحيش الثالثه. ليه بقى؟ عشان نفسيتها، عشان خلاص اللقطه اللي هي اللي بتفوز بملكه الجمال مش عارفه مين مين مين. حسيتي بايه بقى في الكواليس دي كلها لما انت حسيتي بالمرحله الاولى هي خسرت والمرحله الثانيه خسرت وهكا اتفاجئتي بالمرحله الثالثه والاخيره انها فازت باللقب ده؟ والله هو يعني انا حبيبه عندها اصرار شويه. انا بصراحه قلت لها خلاص يعني طبعًا. هم خلاص هم مسستمين الدنيا يعني، وكل واحد بيبقى ليه مقاييس ومعايير معينه، واحنا اول مره كنا نخش التجربه فقلت لها خلاص، بس هي لا يعني هي عندها اصرار ولا حابه تكون وهوصل لغايه الاخر وهشوف الدنيا وكده، والحمد لله يعني هي عندها بيبقى عندها دايما اصرار ان هي توصل للهدف اللي هي عايزاه، ما بتيأس يعني. فانا يعني انا بساعدها وبدعمها بالموضوع ده، لكن انا بالنسبه لي انا كنت طبعا يعني فقدت الامل في الاول. انا طبعا انا عن نفسي يعني لو حبيبه مثلا تروح او لا ما تروحيش عشان ما تضايقيش بقى المرحله اللي هي اخر مرحله الصراحه. بس هي ما كانتش بتضايق لان هي كانت بالنسبه لها تجربه جديده، التجربه كانت فور فان اكتر بالظبط. يعني ما كناش واخدينها تحدي بقى او كده، لا هي بالنسبه لها اكسبيرينس جديده ان هي تخش وتعمل. ولا وكان في بقى بصراحه يعني كان الجو بتاع اصلا التيم كله كان تحسيه تحسين هم فاميلي اكتر، مش مسابقه وناس ضد بقى، لا هم اصحاب. حتى هي ملكه الجمال هي هاجر صاحبتها والناس كلها هم اصحاب. هرمين اتفاجئتي لما ندهوا عليها او قالوا اسمها في المرحله الثالثه؟ ما كنتش. فدي بالنسبه لك يعني حاجه انجاز ان هي بعد ما تخسر في المرحله الاولى والمرحله الثانيه تتفاجئ هي والناس اللي قاعدين واللي كسبوا في المرحله الاولى والثانيه واخواتها. احكي لي كده لحظه الفوز دي انت عملتي فيها ايه؟ والله يعني انا يعني بصراحه ما كنتش متخيله. بس يعني هو لما الواحد بيوصل لحاجه هو انا كنت سعيده جدا طبعا بيها وان هي وصلت اللي هي عايزاه، وهي اللي كان عندها اصرار انا كنت شكيت بصراحه. فلا كانت يعني بصراحه كانت فرحه حلوه وكده، ويا رب تستمر ان شاء الله يعني. تبقى ملكه جمال العائله تيجي معانا هنا فوق. طيب احكي لي الفرق بقى بين حبيبه وبين اخواتها في البيت، التعامل عامل ازاي، مراحل العمريه حسيتي بايه مميز فيها غير انها تبقى عايزه تبقى موجوده عايزه تبقى مميزه؟ اي حد طبعا في السن الصغير ده بيبقى عنده احلام احتمال يحققها. كان علاقتهم ترتيب لقب ملكه مصر السيادة، احكي لي كده الفرق بين اخواتها ازاي؟ هو شويه ولد وهو فرق بينهم سنه. يعني هي اختها توأم والولد شهر بالظبط. لا كانوا مع بعض وكان بالعكس اختها كل الاستوديوز وكل التصوير والحاجات كانت اختها بتروح معاها، كانت بتحضر معاها كتير في حاجات كتير لانهم قريبين من بعض قوي، فكل تقريبا الحياه كلها مع بعض في كل حاجه، في المدارس وفي الجامعه وفي كله. حتى الولد معاهم برضو في نفس ما شاء الله كل نفس المدرسه والجامعه، بس هو هندسه وهم اعلام. فلا هم كانوا طول عمرهم قريبين من بعض وداعمين لبعض بصراحه في الموضوع ده، ومعاها ويروحوا معاها والمسابقات ولو مش هم ينزلوا. لا هو كمان على يعني مع بعض مش كل حاجه لوحده بصراحه، يعني